يضرب اللي سمعناه جوات الحمام. يا ايه وخص نص انت ست فضيحة ام لسان طويل. لك 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 ليك على الحكي ليك معقول معقول انا احكي وشو شايفني مجنون حبيبي؟ هدول ذهب ومصاري يعني رح نقبر الفقر ورح اتجوز ابتهاله يا عم. لك بس وين بده يكون مخبيون؟ وين بده يكون مخبيون؟ هي بده مخمخة. لا تأخذوني المخمخة بتتركوها علي شنو كأنه لأنه أنا بأسلوباتي ومخمخاتي رح لاقيلكن 100 دبارة لهالقصة. بس المهم هلأ بنصالحكن مع المعلم والأهم منه أنت وياه إنه ما حدا فينا يغدر بالتاني. ليك ليك مين عم يحكي؟ لك أنت اللي عم تحكي هالحكي؟ نسيت لما غدرتنا ببيت وجيه بيت؟ أخي نحن أولاد اليوم واللي فات مات الله يرحمه. ماشي خطو بس هلا بفوت احكي لنا مع المعلم مشان ما يقلعنا من الشغل. ايه خلاص خلاص عندي الحقوني انتوا لايك. انا ما بدي اخلص منكم انتوا الثلاثه. ليه انت بدي تضلي مشان راسي من مشاكلكم؟ عم نقول لك صار سوء تفاهم يا معلم، ليش ما عم صدقنا؟ ايه والله معلم سوء تفاهم، صدقنا صدقنا. يعني بفهم من كلامكم انكم انتوا ما كنتوا جايين تسرقوا بيت وجيه افندي؟ لا هالحكي مو مزبوط يا مختار، هذا خرطوش مخه مبخوش وفهمنا غلط. يمكن انا فهمت الغلط مختار، ما انا اغلط واحد بيفهم بالحرة معروفة. تضرب منك الو الو. لا انتو اثنين جوز طالع برا يلا وانت روح على شغلك يلا خرطوش. لا بوس ايدك يا معلم لا تقلعنا برات الحمام. ايه ما صدقنا نلاقي شغل بالحلال مشان طعمي ولادنا خبز. شو هاد هلا انت متجوز وعندك ولاد؟ هي أول مرة بسمعها. حتى أنا أول مرة بسمعها. إيه إيه كنت متجوز أنا معلم وعندي 3 ولاد بنتين توم وواحد صبي ولهلا عم بدفع له النفقة. لك أنتوا بتكونوا جننوني؟ اطلع من الحمام هج. لك ليش ما عم تفهم أنت يا أبو شايفين؟ لك عندك صندوق بويا بتحمله وبتطلع بتقعد بالشارع قدام القهوة على طرف رصيف بتلقط رزقك. لك شبكهم وخذ هذا اللزقة معك كمان يلا. روق يا معلم سامحنا سامحنا. ايه والله انت كريم ونحن بنستاهل يعني. شو انت تاني كمان متجوز ومطلق وبدك نفقه لمرتك واولادك؟ لا لا انا ماني متجوز انا بس والله ارتحنا بالشغل هون بالحمام يعني والله ارتحنا. مظبوط معلمي الشباب ارتاحوا كتير 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 خيرات الله ارتاحوا بالشغل هون بالحمام. انت خراس وبيعني سكوتك ولا تسمعني صوتك بتاتا بتاتا. اعتبرني بيتك يا مختار. احكي لك كلمة ليش صافن وساكت هيك؟ ما لك شايف الظلم بأمة عينك؟ اي والله ظلم يا مختار، هي عم نسترضي ما عم يرضى. ظلم؟ ظلم ولا انت وياه؟ صخر كرمالي حياة معزتك يعني سامحنا المرة مشاني. انا راسي مختار، انت قلت كلمة وانا ما بكسر لك اياها. وينك؟ انت وياه افهموا منيح شو عم بحكي. إذا بتغلطوا غلطة بس وحدة
بدي كسر راسكم وبتنقلعوا برات الحمام وما بدي اشوف وشكم بتاتا بتاتا، فهمتوا؟ كتر خيرك معلم، كتر خيرك. يا عيني يا عيني عليك يا معلم، قديش قلبك كبير، مشان هيك نحن طبعانين بكرمك يا معلمي. فضلت على راسنا يا معلم. بتحب لمع لك كندرتك وخليها تويش وش؟ لا تلمع لي شيء وروح على شغلكم. وانت خرطوش بتفوت على البوفيه بتنظف بريش شاي بتمسح الطاولات لبين ما يجي ابو زهدي. يلا امرك معلم امرك، ولك انا خرطوش بفردك تقطع بخرك، ابو ضاي كثير وقاسي كثير وانا ماني قدك. ولك حقولي افهمي مشان الله مشان الله بحياتك شفت هيك نمار؟ صراحة بصخر ما شفت، بس على قولة البطل عمل خير وكب البحر. صباح الخير. صباح النور. نوري صباح الخيرات، اهلا وسهلا، شرفت. شو بدك عزيمة لحتى تجي على شغلة التاني؟ شو بدي اعمل يا معلمي؟ الله باليني بمرأة قوية وقرحة، يعني تقول متجوز عنتر ابن شداد، ما هيك؟ قامت الصبح على شو جا عبالها القشة، قمت نزلت على هالسوق وجبت لها حفاتي ومعلاق واجاج وحباشاتهم. يعني نوعد حالنا بالغدا عندك اليوم نوري؟ بتشرفوا مختار، انت ومعلمي ابو صخر. هي صعيب مرتي قوية وناقصها شوارب بوشها، بس شهادة لله أكلها كتير طيب وكريمة، وهذا اللي مخرسني عن فصولها. احكي معه يحكوا معه، تضربوا بيضربوا دويرة، سبحانه بشوف الكل. بلانتك من مر العمر بحسرة وقرق. أحياناً أنا بفكر. شو ها؟ أحياناً أنا بفكر لو البني آدم يرجع له لورا 20-25 سنة مشان شو؟ شنو؟ لأنه مشان يكسر مناخير وراس مرته اللي مو قايمته من أرضه ويتجوز له واحدة فرفورة عمرها 20 سنة بيضة شعرها حلوة. فرفورة؟ حلوة بترد الروح وبتنعش الفؤاد. شنو؟ لأنه عشرينية. شو؟ عشرينية؟ وهي الفرفورة العشرينية شو بدها بواحد؟ بدها واحد هيك حليوة مثلي شبع؟ شو بدها بواحد مهرهر مثلك؟ لا تقولي مهرهر. لا تقول مثلك. شنو؟ لأنه نعوزي أنا. شنو؟ لأنه خدي والكف أنا. ايوة أنا مو هذا الكلام اللي عم أقوله، يعني الواحد هيك إذا قالوا عشبة شربها ونام وبس منفوض نفض مثل الحصان بيصير تمام. يا رب يا رب موعدنا يا رب. قال بعد الكاميرا جيب بي حم. ومين قال لك انه ما في هيك شيء؟ يا الحكي ايدي بزناره في دواء برجع الختيار شاب. ولك معلوم؟ شو انت مالك عايش بهي الدنيا ولا عايش بغير زمان؟ شي بس هذا الدواء غالي شوي. ها يعني قديش بده يكون حقه؟ أنا مستعد أدفع حقه من النيرة للعشر نيرات. أبدا يصير؟ إيدي على راسك والنبي كباسة، هذا مخبرك عني شي أنت؟ شو هالحكي؟ ليش أنت عم تبيع هيك عشبة بترجع الختيار شاب؟ شنو لازمتني أنا؟ لازمتني؟ ولك وطي صوتك، فعلاً إنك فضيحة يا أبدا يصير، يخرب بيت ستك ليك الزباين، شايف هاي الزباين؟ هدول متنهيين حالهم علي تلتلي، مقتلين حالهم، بدهم من هاي العشبة، بس أنا لم ممكن أعطيها غير للحبايب. إن أنا حبايب من سنتي أنسي حبيبي. ها؟ حبايب؟ مو أساس إنك نعوزي. حبيبي الله يرضى عليك مثل ما بدك، بس يعني الدواء يعني هذا يعني عم تخاطر علي أنت؟ عم تخاطر علي ولا كلامك صح؟ لك شو عم خاطرك علي؟ هذا الدواء غير شكل، والدواء حقه 200 ورقات، 10 ورقات يعني، فإذا بدك لأوصيلك عليه وأمن لك منه. ما اختلفنا، بس يعني هالدواء مجرب بجرب. ليك أهل حكي ليك، قال مجرب معلوم مجرب معلوم. فإذا بدك أنت انوي وخبرني وينك هذا الدواء بيعملك مثل الحمار بتحرق حراتي. لك ناوي من زمان أنا حبيبي، ناوي استر عرضك، ناوي من زمان. خلص لك أنا إذا ناوي خبرني كنت من زمان. حاضر حبيبي. وش فردك؟ تعلم المناشي. يلا شيتك لك وين رايح؟ تعال قال لك لسه ما كملنا حديثنا. أنا حديث العشبة. أي عشبة؟ لا تضحك. العشبة اللي عم نحكي عنها عشبة القوة والشباب والحيوية والنشاط. يا عيني بس حبيبنا هاي العشبة حقها مصريات، فإذا بدك تشوف العشبة بدنا نشوف المصريات، فمد إيدك على عبك خلي خرطوش يحبك. خلاص عمي خرطوش بأمرك، أنا بعد الحمام رح أجيب لك 5 نيرات،
بس لا تقول لحالك تفضحني شنو ناوزي انا ها؟ 5 ليرات يعني 10 ليرات وهي لك انت خصص كونك ناوزي. عم تحكي جد ولا عم تمزح معي وتقرق علي؟ انا عم بمزح وحياتك وبتعرف اني عم بحلف بالغالي وحياتك عم بحكي عن جد. هذا بزمانه صاحبي اللي حكيت لك عنه، لك يا رجل كان متجوز وحده والعياذ بالله قوية مفتولة العضلات جبارة يا صخرة في قمة الوادي. قفيلة قصيدة؟ ما عم بفهم عليك. يعني قوية كثير يعني شغل مثل هي شفتها مرتك؟ مثل خبط لزق يا زلمة، شو النسوان هي؟ فيوم جوزها شافها هيك قال يا لطيف، قلت له وصلت عندي أنا اللي بعطيك العشبة، أعطيته عشبة؟ من يومها ما بتعرفه يا رجل صار مثل البغل، ما عاد في شيء هدي قدامه مثل ما عم اقول لك، ومن وقتها مرته صارت مثل يا سلام يا خرطوش يا سلام. مشتهي هيك في مره وقف وش مرتي وقال لها لا، بس ما بسترجي وقف وشها وقال لها لا وهي ومعصبه او اخذ على خاطره لانه حاكم هيك زنوده. خلص 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 سالتك بسيطه، انت لازمك عشبه الزلم تاخذها وبتجربها ورح تنعي لي باذن الله. هالعشبه موجوده عن حق وحقيقي ولا سلبه من سلباتك لخرطوش؟ لك 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 ليك على الحكي ليك، قال سبله من سبلاتي، انا اذا بسم الله على الحاره كلها لا ممكن اسم الله عليك معلم نوري، شو عم تحكي؟ انت خلاص خذ لي عشبه الزلم انت ومرتك اشربوا لي منها وبعدين اترك الموضوع كله علي وحياه عيونك، لا تصير زلمه مثل البغل ومرتك لا تصير مثل التوتو. الله يسمع منك يا خرطوش، حاكم عاملتني مثل الممسحه بالبيت، هالطالعه بتبهدلني وهالنازله بتبهدلني. ماني في رقبتك لخرطوش، ما بتقول لحدا، حاكم انا حكيت لك لانه انت فتقت لي جروحاتي. ايه اعوذ بالله، اعتبر الحمام كله ما دري بالموضوع. وقديش بتكلف هاي العشبه اللي حكيت لي عنها؟ معروفه 10 ورقات، سال مين ما كان بيقول لك انه هاي العشبه حقها 10 ورقات، بس بدي اقول لك هاي العشبة ما بتجيب نتيجة فورا لك، يعني مو من أول كاسة بتصير مرتك توتو، كاسة ورا كاسة، كاسة تو كاسة تو كاسة تو، فكذا كاسة ورا بعض بتصير مرتك توتو. إيه إيه ما بدها كثير الشغلة، يعني مبينة إنه بدها تشربها بدها على كم يوم لياخذ جسم عليها. يا عيني يا ما شاء لك الله يخليك لمرتك، تعال 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 هات لك بوسة تعال. ما شاء الله حولها، خلاص اعتبر عشبة الزلم صارت عندك. أنت بدك تجيب لي إياها؟ شو هي؟ لك العشبة اللي حكيت لي عنها. أي عشبة؟ هاي العشبة. قول اسمها ليه خايف؟ شباب اسمها عشبة الزلم. أي هاي. شو اسمها؟ عشبة الزلم. مو هي عشبة الزلم؟ أنت قال لك اكتافها مثل الرجال. عشبة الزلم. أيوه، إيه معك معك بس تأخر بتصير غير شكل، خلاص اعتبر أنت قد إيه بتعرف تعد؟ كثير. أخي. علي علي سلامات الله معك مع السلامة. علي تفضل تفضل. شو تفضل محلك هذا محلي. علي يعني. ايه هو فهمني ايه. شو بدك؟ خلص خلص رح فهمك طول بالك انت. لا عمي يعني انا بدي خلطة ترجع الرجال لورا هيك شي 20 سنة شبوبية. ايوه يبعتلك قتلك الهي. ايه عندي هيك شي عندي قرب قرب. عندي خلطة بتقوي البدن. ايه. بيشرب منها الرجال إذا تعبان شوي. بترجع له صحته وعافيته واللذي منه وفهمك كفايه. يا عيني يا عيني عليك يا عيني عليك. هي 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 بدي هيك يعني كم قرطاس من هي الخلطه اللي بتسوي الواحد ابضاي. ايه ما حبيعب اذا ما قلت لي لمين ومشان شو. هي انا سلامات الله معك مع السلامه. ما حبيعب ولك بالناقص ان شاء الله. هلا بروح اجيب من عند وجدي بالحاره اللي مشقيتنا. طول بالك. شو بتشتري من عند وجدي اللي مشقيتنا؟ تعال عندي بياع التمر هندي. شو ما بدك بيصير اخي، بس القرطاس حقه 7 ورقات. لك 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 على الحكي لك. شو 7 ورقات؟ حمدي حمدي ركز معي، انا شغلتي دروشانه، يعني انا بيجوا عندي زباين على الحمام، يلي عم بيوجع بطنه، ويلي عم بيوجع ظهره، ويلي مسهل، ويلي لذي منه، فانا شو قلت يا حالي؟ قلت يا ولد لاقي له عشبه هيك بتزبط معهم كلياتهم، يعني انا ما بيمشي حال عندي تبع 7 ورقات، بدي شغله الدروشانه تبع 7 قروش. ابعت لك، غير نفسه، فهمت عليك فهمت عليك، مو على راسي، راح اعمل لك خلطه. مشان وجع البطن وحط لك فيها شوية كراوية أو يعنسون وزهر الرمان وقشر ليمون. أهلين سلامات أهلين أنا معك مع السلامة. وزنجبيل. بس هاي الخلطة مو 7 ورقاتها مو 7 قروش 25 قرش ربع ليرة. لعيونك لعيونك يا حمودة لعيونك 25 قرش. بس بدي أسألك قبل ما أنفع، أنت على مين عم ترد السلام؟ ما حدا عم يسلم عليك.
استحياطا بلكي حدا سلم مشان سمعت المحل مو اكثر. ام فيصل مصره تسجل بيتها لدار الايتام. يا سيدي كتر خيرك، بس نحن ما بدنا مشاكل مع ابن اخوه محدين. هذا محدين امبارح. وعليكم السلام. يا نوري عتب له الزبون. امبارح اجى لعندي محدين قال بده يقابل عمته، فوتته قابلته معها، قالت له انا حره يا اخي بكتب بيتي لمين ما كان، الك عندي شيء المال مالي. ما خلى ازبد وارعد وسبه، ما خلى عليها ستر مغطى، واخر شيء قال انا بورجيكي بالمحكمه. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شو محدينها؟ معقول وصلت فيه قله الحياه بده يرفع دعوى على عمته؟ لك ما عاد في ناموس؟ يا مشلوم يا مشلوم على هيك واحد يا مشلوم. مين؟ هادي اللي عم تحكوا عنه. ولك ولك انت بتلتهي بشغلك ولا ادانك هون عنا؟ لا مالمي ادانيني عم تشتغل هون. حط من ايدك وروح روح على شغلك، التهي بشغلك. امرك معلمي، الله يرزقك على قد ما عم تبهدلني. شيخي عيوني يسلم ما ذكرت. بصراحة شغلت اللي بالي مشان المسكينة أم فيصل. معقول ابن أخوها بهالدين بيجيب لها وجعة رأس؟ حق معك، هذا واحد أزعر، بس هي يا أخي حرة، هذا المال مالها وهي حرة فيه، لمين ما بدها بتوهبه وباسم مين ما بدها بتكتبه. هلا بعد ما تكتب البيت لدار الأيتام، هلا بالوقت الحاضر هي قاعدة عن ابتهال، وابتهال متحملتها كتر خيرها. طيب لأيمتى بتضل قاعدة عندها يعني؟ يا سيدي مالها مجبورة، أنا رحت على مأوى العجزة وهدول بيهتموا بالختايرة وبيدللون وبيحطوهن عندهم مثل ما بدون، وأنا اتفقت أنا وياهم. شو قالوا لك شيخي؟ وعدوني خيراً، قال كرمالك منستثنيها من الدور، لأنه الشغلة بالدور، بس بدهم يلتقوا فيها ويسألوها كم سؤال. لكان أنا ببعت أم صخر لعندها تجيب لنا من عندها جواب. أبو سيفين؟ لك ما عرفت لي وين أبو صخر مخبي هاي اللي ببالي بالها؟ وين بدها يخبيها يعني؟ غير بدروج الأمانة. ري عليك، وأنا كمان هيك كنت عم قول، ما في غير دروج الأمانات لأنه هي اللي بتتسكر. ولك غشيم غشيم وطول عمرك غشيم تبع أنت وياه، هيك شغلة لا ممكن يخبيها بدرج الأمانات. يا كان أكيد مخبيها مكان بعيد كتير 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 على عيون الناس. وين يعني يا زكي؟ هلا وين؟ هاي تركع علي بس يجي وقتها، شنو كأنه لأنه بس يجي وقتها بلاقي لها أنا دوبارة بأسلوباتي. بس المهم هلا أنت وياه اوعى تجيبوها على لسانكم أنت وياه، أحسن بابا ويلكم هلسان. كفي شغلك. هيك لك يا الله يصلحك ويهديك، حدا بهالأيام بحط المصاري تبعه بجيبته؟ عمل مثلي أنا، وينك؟ ما بفوت على البيت إلا المصاري تبعي وين؟ بجربتي. أيوة. بفوت على غرفة النوم، بفتح على الخزانة، بفتح على الخزنة، بحطهم فيها، وكان الله بالسر عليما. وأنا كمان عم حط المصاري بسرة وبخبيهم بقرني ما حدا بيعرف وين غيري، بس كل يوم بلاقيها عم تنقص. بسأل مرتي اللي ما أخذ شي، بسأل نمر اللي ما شاف شي، بسأل الصغير اللي أنا مالي حرامي. لك أدخت إنه كنت أعرف وين عم يطلع وين عم يروح والمصاري، ما كنت أعرف ابنه. معناتها عندكم حرامية بالبيت يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. لك انت من ايمتى هو؟ من وقت ابو ياسر كان عم يخبي المصريات بالجرابات. اه يعني انت واقف هون عم تلصلص علينا؟ لك 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 ليك اهل حكي ليك، انا عم تلصلص عليكم. شو انتوا قاعدين بداكونه ومسكرين على حالكم؟ حبيبي انتوا قاعدين بالحمام، يعني الصوت بياخذ بيودي بيودي وبياخذ لك. المهم هلا ابو نمر جاي ياخذ مكانه. تفضل حبيبنا. شايف هذا الحرامي اللي عندك او الحراميه اللي عم يمدوا ايدهم على الصره؟ ايه رح لاقي لك اياهم عندي حبيبي، انا نص حراميه الشام مقررون. يا لطيف شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك. هلا خلص حلاقه حليق والحقني، انا رح احليق من هون. السلام عليكم. يا الله ما حليق ابي اسير. هلا انت مين بيحلق لك؟ لك حليق من هون عم اقول لك. شو الزلمه هذا؟ خذ الخبريه وسكي. هل شو؟ السيد خرطوش بده يعرف لك مين عم يمد ايده على السره تبعك؟ مفكر حاله مباحث ولا ولي من اولياء الله الصالحين؟ اخر زمن عم اقول لك.
وينو ها؟ مو أنا أنت حمودي خرطو؟ فردك أنا تيك تيك هذول الأولاد وصلتني عليهم أيه؟ وإذا بدك كمان جهزت لك غيرهم ها؟ ماشي صار يلا أطلع على دكانتك لك شو صار له ها؟ عزو تعال لك تعال يسعد لي هالقامي إلهي شو عم تعمل لك عمدي؟ كنا عم نحكي كلمتين ثلاثة مع خرطوش شو لوين رايح؟ والله فايت على الحمام بدي اتغسل لاني اليوم معزوم على كتب كتاب ايوه ليكون كتب كتابك ومعازمني ها لا والله هو الحقيقه كتب كتاب واحد صديقي ايوه بس سكر. هو ضرير مثلي بس والله يا حمدي فرحان من كل قلبي لانه رح يتجوز بنت عمه ايه شو عليه شو عليه اذا كان ضرير مو لازم يتجوز كمان وانت لازم تتجوز وتجيب اولاد والله يعني اذا كان في حواليك حدا بيرضى فيي ذكرني ايه شو شايفني مفوزي ما في اكثر من البنات اكثر من الهم على القلب يبعث لهم قتلهم ما احلاهم هلا اقول انا ما بدي حدا ينقي لي انا بنقي لحالي بس يعني ما عم تصدف وشوفها للبنت يلي هي ببالي انا بلتقى فيها كل يوم بالمنام يا حمدي بنت حلوه 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 كثير قد ما الا شعرها اسود طويل شوفوا هيك عم يطير مع نسمات الهواء يا البنت شوفني بقلبها مو بعيونها وتعرف انه انا بشوفها بقلبي يا تحس فيي وتحبني تعرف انه انا مثلي لك حمدي مثلي مثل كل هالناس يا تحس فيي وتحبني عم تفهمني حمدي يا تحبني من كل قلبها حمدي شو أمريك بدأ ما بلشت أحكي كل شيء جوات قلبي ما بلاقي حدا يسمعني يا كريم ومين قال لك إنه ما في خطأ بتخلي البنت بعد ما تشربها وتحبك كتير خيرات الله وتدوب بدباديبك وتتسوسها حباً وهياماً واشتياقاً وما بس هيك وتشوفك أزلم واحد بالدنيا كلياتها خرطوجة اللي أنت من كل عالك عم تحكي هالحكي ليك هالحكي لك معلوم من كل آلاتي مو بس هيك بس تشوفها رح تشتاق لك كتير كتير خيرات الله وتغني لك بشتاق لك وقت ما بشوفك بشتاق لك وقت ما بشوفك ووقت بشوفك بشتاق لك بالليل يا عيني بالليل عزوز هاي الخلطة بيني وبينك ها مجموعة من العديد من البلدان لكن من إنجليزيا وألمانيا وفرنسانيا والهند والصين وبلاد الواقوا بلاد الواقوا؟ لا عم هاي بلاد بعيدة كتير بالمناسبة ابن عمتها لأمي راح على بلاد الواقواق وتجوز واحدة واقواقية وظل قاعد هنيك خلفوا 6-7 أولاد واقواقية بس شو حلوين؟ حلوين كتير الواقواقية أنا عم واقواق فإمتى ما حبيت عزوز بأمن لك من هاي الخلطة ولا إلك أنت ها لا إلك أنت بس مشهورة لأن وقتها بتقدر تاخد أحلى وحدة بالحركة لك مو مشكلة ما بيأثر معي على الشوراء بس منين بدي لاقي البنت اللي ببالي لحتى أصقيها العشبة وتحبني يا عيني لسه بدي أمن لك البنت اللي تشربها العشبة هيك صعبتها كتير عزوز خرطوش بدي أسألها ما عندك شي عشبة اشربها تخليني شوف 2-3 نقي البنت اللي ببالي وبعدين ارجع بطل شوف لا ما بتزبط معي هاي عزوز اجتني فكرة شو رأيك هوصل شو رأيك يقول لأم فوزي تقي لك أحلى وحدة بالحارة كلياتها وبس نقيت لك هاي البنت أنا بعطيك العشبة تعطيها يا هلا أم فوزي وتخليها تحطها بالشاي وتسقيها للعروس وأمها وهيك بيحبوك اثنين عتود البنت بتحبك والحماية بترضى عليك وإذا بدك كمان بأمن لك عشبة لبقية العيلة شو شايفني أجدب لحتى تصدي هذا الكلام عن الأعشاء لو كان هيك مزبوط كانوا جابوا عشب وحطوه بعين الفيجة وخلي هالناس كلها تشرب ويحبوا بعض وتشوفهم بهالشارع عم يوزعوا لبعض ياسمين ويمجقوا ببعض العمى طاق الزبون
شو فرضك انا؟ جبت لي الوسط عليهم؟ يا اخي لك شو شو هالحكي معلوم؟ جبت لك عليهم؟ شحكوا اسحب لك وحده هيها تبعيتي اه؟ يا اخي هي العلوش هي لها خصمة مبينة يسلموا ايديك ايدك تع 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 وين 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 رايح؟ وين المصرية؟ اه اي صح والله اخذت من معلمي اوسخ لشانك منيح تذكرت يا اخي العيرة بتشرب غادة على الريل وبعدها بتم اربعة ايام بدون اكل اربعة ايام بلا اكل؟ يا قام ما بدي هاد ها يا قام بدي اطول بك مو شرط اربعة ايام يعني اذا بدك فيك اربع ساعات ايه اربع ساعات يعني شغله ما بدها زكا سلموا ما شاء الله حولك فتح يا عيني يا عيني يا الزكا طيب نقشني ما اساس انت نقوزي ايه صرت نقوزي انقص حبيبنا جبت لي العشبه جبت لي المصريه ايه ولك هي خمس نيرات ولك انا ما قلت لك خمس تيان هات هات ناولني 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 ناولتك شو هالبوري يا سلام يلا خلص على حالك مشان اجيب لك وحده ثانيه مو لياقي هذا البوري نتيجه هو اكسر مناخيرها لاختك انت يصير لك تفرق ليك على هالحكي ليك شو ما بده يعطي نتيجه ولك هذا رح يساويك مثل الحمار قصدك مثل البغل قصدك مثل البغل يعني مثل الحصى يلا يلا روح شوف شوف شو عم تعمل ولا خرطوش لمين هاي خرطوش لا لا فكري النغش دخيله شو نغش ابو زهدي خرطوش لك والله خيالتي شو عم تبيع عم بيع خلطه بتنسيك الدنيا وهمومها خلطه البسط والفرفشه يعني خلطه بتعبي النافوخ وبتدوزن الطاسة وبتخليك آخر سلطني يا عيد عليك يا خرطوش هي هي اللي بتعبي الراس وبتظبط الدوزان على 24 هي 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 بذاتها أبطرة مور أبطرة قريب قريب بتتذكر هي العشبة اللي بالي بالك كان يجيب لنا إياها أبو علبة على الحبل الخرطوش عنده منه قولي يعني بتصير في استماش وطيران فوق الريح ولك ايه ايه رح طيرك انت ويا من هون فوق الريح بإذن الله خليكم تصطهجوا على 24 لك احنا منين الله بيبعت لي هالزباين خرطوم فرضا قديش عم تبيع هي هي البورية لألكم انتو خص نص بخمستين بس بورية واحدة ما بتكفي لاثنين يعني كل واحد بده بورية لحتى يصطهج هيك على 24 ماشي اخي انا اعطيني واحده وهي عشوة انا شايفين شنو ما في مصاري لك وين عم تبعز هاي المصاري مو امبارح سرقت من الحربة 50 ورا هات واحده ثانيه اخي اي واحده ثانيه تفضل هو دوزين راسك بس ما بتشربوهم هو بتطيروا بتشربوهم برا الحمام ايوه حكيم انا مو ناقصني وجع راس يلا وضلوهم انتو من هون وانا بلاقيكم دوبارا عند ابو صخر بجوز يصطهج بس يعرف انكم طرتوا من الحمام مالك شايف زبون بين ايديكي؟ لك زبون ايش يلا يلا شحله على السريع نايما عمين نايما يا عيني يا شو انضفوا احلى من هيك نايما يلا يلا روح روح يلا نايما عمي فوت لجوا تغسل تمين لبين ما اجي ليفك يلا معك روح حرك ابو نمور نعم مسيح شو هاي؟ هاي؟ خلطة الأعشاب السرية عم تحكي جد؟ مثل ما عم بقول لك هاي بتسقيها لأهل بيتك
ومباشرة بعد ما تسقيون ياها يلي مادد ايده وسارق مصاري من السرة رح ضل يقر ويعترف. عن جد عم تحكي؟ معلوم عن جد عم بحكي. هاي الخلطة بتخلي البني آدم يقر ويعترف بالحياة فوراً بعد ما يشربها بسبعة ثلاث دقائق. بحياتي ما سمعت بهيك وصفة. لأنه هاي الوصفة نادرة وغالية، لكن بعدين مو مين ما كان بيشتريها. هاي الوصفة تحويشة أعشاب من شي 70-30 بلا. يا لطيف، قديش حقها هاي الخلطة؟ لا لا بنتي، بعشر ورق بس. قديش؟ بدك ياني اشتري خلطة أعشاب بعشر ليرات؟ ولك ايه شو عليك بتشتريها بعشرات؟ وين المشكلة؟ مشان تعرف مين الحرامي اللي ببيتك؟ وشو تكون مرتك؟ مرتك ام نمر؟ النسوان بيمدوا ايدهم، مو بس لسانهم طويل، كمان وايدهم طويلة، عن شو؟ بيخبوها لغدرات الزمان، بيخبوا المصريات، حبيبي وبجوز يكون ابنك الكبير نمر، عم يسرق من هالمصريات ويروح يحضر أفلام بالسينما، معلوم؟ أو هذا الصغير الفصعون، بجوز يكون عم ياخذ ويسرق وياخذ ويروح يشتري فيهم أكلات طيبة ويلعب فيهم بالمجاري. أنا كل اللي رايح لي ما بيطلعوا ثلاث ليرات مصاري، بدك يعني حط عشر ليرات لحتى أعرف وين راحوا الثلاث ليرات؟ لك شو مجنون أنت؟ خلاص بحسب لك إياها بسبعة ثلاث ليرات. قال شو؟ بتخلي الواحد يحكي الحقيقة، لسه ما سطلنا، شو شايفني أجدب؟ خذ أنا ولا هو أجدب، أنا ولا هو أجدب، يمكن أنا هالمرة بليل يا عيني بليل. لك إن شاء الله ريتو نعيما يا أبو حسن النغيش. لك يا الله ينعم عليك أبو زهدي. شو لك أبو حسن؟ نفوخك فضيان تماما، ما بقى يشعر فيه. الصلع بعيلتنا نحن وراسي. أبي وجدي الله يرحمهم الاثنين كانوا صلع، ويمكن أبونا جدي كمان كان أصلع. إيه أنا الوحيد بالعيلة كلها اللي طلعت عندي شوية شعر. بس والله يا أبو ياسر بلش يخفوا، ها ليك دوائر. ايه مزبوط، يعني هن خافين بس لسه في امك براسك. على كل عمي نص رجال صلعان، يعني رجال ما بيعيبوا شيء. لك يا ابو ياسر، عم بيقولوا ببلاد برا عملوا دواء لهيك شغلي، بس تحط شوي على الصلعه وتفركها ثاني يوم الصبح بس تفيق بتلاقي شعرك اب اب. حلو حلو يا لصة. لك منين جاي بس سلبي؟ لك ابو حسن مو سلبي ابو ياسر، مو سلبي بنوب. ايه ابن اخي لما كان ببيروت واجا حكى لي هالحكي، يا أنا بيني وبينك بالأول ما صدقته، بس لما شفت بعيني الجريدة اللي جايبها اتأكدت 100% من الموضوع. وشو اللي خلاك تتأكد بقى؟ صورة في بالجريدة، صورة لواحد أصلع قبل ما يحط الدواء، وله صورة تاني بعد ما حط الدواء. اروح شوف شعره يا رجل، قاب بقب لفوق. والله هو بيني وبينك يا أبو حسن بهالأيام كل شيء صار بيتصدق، وخصوصي هدول الأجانب. لو يخرب بيته كل يوم بيخترعوا اختراع، والله بليس ما فكر فيه. مرحبا اخي حمدي. قولي لي على الصوت. اهلين اهلين وسهلين. اهلين وسهلين، يا هلا مريني تفضلي. بدي وقيتين بزر دوار القمر وقيه جوز. يا سلام، والله كيف ما شاء الله ما شاء الله، القلب على القلب. كمان انا بحب دوار الشمس، خيرات الله والعالم. هلا كنت عم اكل صفيان وحده. شوفي تفضلي حمدي. نعم. مستعجله قوام، فوت حط لي اياهم خليني امشي. يلا يلا، ها دوار القمر وجوز. دوار القمر وجوز. دايقان خلقك مو لك حمدي. شو قصة؟ فوت انت انت رح تطلي اياهم، خلصني بقى. ان شاء الله لا تزعلي مني، انا مو مشان شيء، بس هانت هانت، اعتبريها هانت. شو قصدك يعني؟ ما قصدي ما قصدي، بعت لك قلت لك الهي خراس بقى خراس. يلا تك تك. يا بيت الورد يا جمال الورد، من سحر الوصف قالوا على الخد. نعيما. الله ينعم عليك. الله نعيما يا رب. ايه سيدي، ما بدك تروح على الغداء؟ لك بدي روح اطبخ محشي. شو ها؟ يعني ام صخر طبخه محاشي، والمحاشي مو طيبه الا تكون سخنه سخنه. بلا. لك يا سيدي شو بنضل بالشغل؟ العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. قلت يلا نوري دير بالك، انا رايح ساعه على الغدا وراجع. صار معلم. ان شاء الله نعيما عمي. الله ينعم عليك اخي ابو ياسر. اسلموا ايديك. لا تطفر لا تطفر، بتفوت غسل جوا اخي. لا معلش. شرف تفضل ما تاخذنا. الله يسلم الديات، معوضين. الله يخلي لي اياك. نعيما سلفا. ينعم عليك يا رب. اهلين وسهلين.
عليكم. السلام عليكم. لك شو وينكم يا شباب؟ ما في حدا هون؟ يا خليل يا رب يا رب ان شاء الله دائما. الله ينعم عليك يا عيني. يا عيني شو الحلاقه هاي؟ فرجيني يا عيني. لك 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 بس لولا هالطاسه هاي، لولا هالطاسه هون الصلعه كان موديلك هيبه غير شكل. هالصلعه مقورت لك راسك تقوير يا مسكي. لك كنت عم اقول له لعبو ياسر انه في دواء برا عملوه مشان هالشغله هاي مخصوص. لك ايه ما صدقني. مظبوط مظبوط. ما انا دايما بقول لك ما بيصدقوني. ايه ليش انت تعرف عنه هذا الدواء؟ لك 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 لك. ما انا اللي بعرف عنه، وبالعلامه صار عندنا منه هون. هون صار عندنا منه هذا الدواء؟ وطي صوتك. ايه صار عندنا منه هون وانا استعملته، يعني انا بزمانه بس ما بتقول لحدا. انا كنت اصلع وكان راسي هيك صغير مثل الصوص، استعملت منه طلع لي هالكباش والشعرات وصار عندي هالهيبه هي. لك يعني انا من وقت استعملته اتشقلبت حياتي شقلبه. لك من شان الله قل لي، لك وين بلاقي منه هاد؟ عندي جيبك. وصلت وحياة عينك لجيب لك منه لعند البنات، بس لك انت خاص نص. بتعرف ليش؟ لأن هيك صدفة كان عندي صاحب ببلاد برا البلاد بعيدة جدا، جاب لي منه كم قرطاس استعملت اللي استعملته وتم عندي قرطاسين. قرطاس؟ لك شو قرطاس؟ ولك ايه بالقرطاس في اعشاب، هي الاعشاب بتجيبها وتغليها، تغليها بتستناها لتبرد، بترجع تغليها، بترجع تستناها، هيك سبع مرات، بعد ما تبرد سابع مرة بتكتها على راسك، بعد ما تكتها على راسك بتدور لك على شي شجرة صنوبر عمرها 77 سنة، تنطح راسك فيها سبع نطحات، بعد سابع نطحة، بعد سابع نطحة بتستنى لينزل لك سبع دمعات، بعد ما تنزل الدمعة السابعة رح يبلش يطلع لك بكل كل ساعة سبع شعرات. لك ايدي بزن نارك، جيب لي منه. ايه خلص 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 ولا يهمك عمي، ديبك انا وصلت. فوت انت هلا تغسل، بس تتغسل وتخلص، بين ما تخلص كون انا قميت لك يا اخوي. بس شو بدي اقول لك عمي، يعني هدول بلا مؤاخذة حقهم غالي كثير. غالي؟ لك قديش يعني؟ يعني بعشر ليرات القرطاس، وانت بدك قرطاسين. 10 ليرات يعني 20 ليرة. لك كتير علي هيك، راعينا شوي كرمنا ولو؟ خلص خلص كرمالك انت، راح احسب لك التنتين 15 ورا. 15؟ معقولة؟ ايه بس اخي شوف بقول لك شغلي، هلا بعطيك 10 شندي والباقي بعطيك اياه بس قطع شعرات، شو رايك؟ لا عمي لا انا ما بدين، هي مو شغلتي، القصة وما هنالك اني شفتك واحد اصلعه على باب الله، فقلت بساعدك. يعني وينك كلمتين ولا بغطا هون؟ بتدفع كاش بيطلع لك كباش، بتدفع بالدين بيطلع لك شعر بعدين. بعدين؟ وهزة يا جميز هزة، حلو يا تفاح إلو لزة، هزة يا جميز هزة. حبيب وليب، عندك خلطة لوجع الدراس؟ جلطة لوجع الاخراس؟ لا خلطة خلطة لوجع الدراس. لا ما عندي. ليش ليش؟ لا ليش فاتح دكان عطارة ليش؟ والله قلت لحالي بتسبب تقبرني، هون دكان عطارة مو حكيم اسنان. هلا مشان وجع ضرس بدك يعني روح لحكيم اسنان يبعث لك قتلك، يبعث لك قتلك ان شاء الله. وينو ابو ياسر؟ بركي بيقلع لي اياه برتاح منه، حاكم هالملعون ما نيمني كل الليل. لا اقولك حمدي كان عندي ميت لقحته من ساعة، من كتر وجعي ومن كتر ألمي أصرخ وأتلوى وأقول أخ. أنت ولا الميت؟ أنا الجماعة فكروني زعلان على الميت، عطوني 5 ورقات زيادة. يا عمي أبو شرارة لا كله درس، ما لا تخاف لا تخاف، خليك هيك أبو دايما، كلهم خافوا قبلك وكله زبط بعدين ما بيأثر. لك شو أنا لك حمدي، وجع الدرس علاجه خلعه من جرجو. ماشي على راسي بالله، بعد امرك تفتحنا تمك شوي هيك. ولي يا بزنقل يا ما بزنقل، يا بزنقل يا ما بزنقل، لك الظاهر عمري ما حزنقل، بالليل يا عيني بالليل، رح حطي عمري معتر، رح حطي عمري معتر، معتر وحس ما عندي بالليل يا عيني بالليل.
الدنيا بوشي، صدعت الدنيا بوشي، الدنيا بوشي مسدودة. بلل يا عيني بلل، بس ربك ما بينسى حدا، ربك ما بينسى حدا، ما بينسى حدا ربك. بلل يا عيني بلل. قاسي كتير وانا ماري قدام خرطوش فردك نقطة بحرك قطباي كتير قاسي كتير وماني قدام خرطوش وقلبي مشرشح حبيب وقلبي مشرشح قلبي مشرشح وحبي بلل يا عيني بلل لو بنسى الدنيا كلها لو بنسى الدنيا كلها حبي انا ما بنسى بلل يا عيني بلل وحدك شاغل لي بالي وحدك شاغل لي بالي ولك شاغل لي بالي وحدك بلل يا عيني بلل بشتعلك وقت ما بشوفك بشتعلك وقت ما بشوفك ووقت بشوفك بشتعلك بلل يا عيني بلل شوف فردك نقطة بحرك قبضاي كتير قاسي كتير وانا ماني قدام خرطوش فردك نقطة بحرك قبضاي كتير قاسي كتير وماني قدام خرطوش فردك انا خرطوش فردك انا فردك انا خرطوش بلل يا عيني بلل يتجوز ما بيتجوز يتجوز ما بيتجوز لا ما بيتجوز بالمرة بلل يا عيني بلل جوازي وحدة ما بتكفي جوازي وحدة ما بتكفي عينه عن جوازي التانية بلل يا عيني بلل يا بيندم يا ما بيندم يا بيندم يا ما بيندم لا رح يندم كل مرة بلل يا عيني بلل الدخلة رح يهرب رح يهرب لب الدخلة بلل يا عيني بلل بلل يا عيني بلل بلل يا عيني بلل